يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال هذا الكلام لعلي بن أبي طالب متى؟ في خيبر، لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. فأول شيء ما قال لأنك تقتلهم وتبيد هؤلاء القوم، لا، أول شيء شنو؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فالقصد هو دعوة الناس إلى دين الله، القصد هو شنو؟ إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذه من أهم الأمور، أنها تكون في قلب الداعية وعلى المقدمة، مثل ما أقول إحنا أولويات الداعية، أن لازم هذا الشخص أحرص أشد الحرص أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. طبعا الهداية بيد الله وحده لا شريك له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أنا شلون أخلي هذا الإنسان يدخل في دين الله؟ أريد أن أعامل كالطفل، عندك طفل مريض 4 سنين 5 سنين، تبي تعطيه الدواء، قال لك الدكتور لازم تعطيه مضاد كل 12 ساعة، رحت تبي تعطيه قام يبكي قال لك ما يبي، بتخليه؟ بتقط ولدك؟ أبدا، بتسوي كل شيء بس عشان الولد يأخذ الدواء. فلا بد أن نتعامل مع المدعو بهذه الطريقة، إذا ما نفع معه الترغيب الترهيب، إذا ما نفع معه الترهيب الحوار، تحاول شتى الطرق. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني ما في أحد أحسن من الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. أنت لما تدعو إنسان إلى الخير فيقبل هذا الخير كأنك أنت فعلت هذا الخير. تقول حق هذا صل فيصلي كل الأجر، تقول أصوم فيصوم في كل الأجر، يعني هو له أجر وكذلك أنت لك أجر. فتخيل لما تدعوه إلى الإسلام فيسلم، كل شيء هو يسويه في الإسلام فإن شاء الله يكون منصب في ميزان حسناتك. والأحاديث والآيات والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة.